الله وبركاته. فيديو سريع من المطار. هيواراي طيران الإمارات، مش عارف إذا تقدر تشوفوها واضحة. رحلة طالعة كمان شوي. استغليت بعض الوقت إني أحكي مع الطيار قبل ما تطلع الطائرة، و يعني كان حوار جيد. الطيار مقتنع تماما انه باستطاعته قدر رؤية كروية الارض من ارتفاع 40,000 قدم. طبعا انا بعرف انه في صعوبة في رؤية الافق خصوصا اذا كان متحدب من هذا الارتفاع، لكن حدود الرؤية البصرية بالعين اوسع بكثير من حدود الكاميرات العادية وبدون حدوث تأثير عين السمكة. لهذا السبب انا يعني ممكن اقول انه يعني كلامه صحيح او في نوع من الصحه، لانه العين البشريه ممكن نفسها ما تشوفها. الطيار دائما عنده فانتج بوينت احسن من الناس اللي قاعدين بالكراسي، ولهذا السبب احتمال انه يشوف يعني احتمال افضل من غيره. طيب بس هيك فيديو سريع، تحياتي لكم جميعا. تابعوا لي هاي الطياره. هلا هاي الطياره رح تطلع فوق القطب الشمالي، فعلى اساس انه يعني احدى رحلات الطيران تطلع من سياتل دايركت على دبي وتروح فوق القطب الشمالي. طيب تحياتي لكم ان شاء الله جميعا، نشوفكم في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.